عودة مجددة معاكم مشاهدين وضيفنا في هذه الفقرة النائب السابق سيد حسين القلاف. سيد حسين القلاف يا أهلا ومرحبا فيك. يا مرحبا. عظم الله أجرك أول شيء وأحسن الله عزاكم. يعني الواحد ما يعرف من وين يبدأ، لكن شو تقول عن اللي صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وصحبه الأخيار المتجبين. يعني هل السؤال اللي دائما يجي براسي، يعني أنا هل كان هذا متوقع أن يحدث في الكويت؟ أقولها بكل صراحة نعم. احنا قاعدين عايشين في منطقة وفي ظروف وفي أجواء ما يمنع أن ما يصيب غيرنا يصيبنا، لأن هذا مثل الريح يمر على الكل. ولكن يعني سبحان الله، الكويت عودتنا دائما، الشعب الكويتي عودنا دائما أن في مثل هالمواقف يظهر شيء آخر. يعني من سمو الأمير للحكومة للشعب لأصغر مواطن للمرأة للرجل للكبير، دائما نشوف مواقف متميزة من أهل الكويت. يعني الحدث حتى تشوف أسر الشهداء لما يتكلمون، يعني تشوف من نبرتهم النبرة الوطنية العامة، إن إحنا عسى إن ما حدث يرد لحمتنا وجمعنا وخلينا قلب واحد ونتصدى لهذا الإرهاب كلنا وندافع عن وطننا. دائما الميزة يعني من جان صدام شفناها، يعني هذا الأحداث اللي إحنا عاصرناها وإحنا بوعينا، يعني نشوف الشعب الكويتي يعطي دروس بالوطنية متميزة، حقيقة متميزة. ولذلك احنا عندنا جانبين لازم نفكر فيهم وبعمق، ولا نصير النعامة نخش راسنا تحت التراب ونتصور ان ما حد يشوفنا، لا لازم نكون واضحين. يعني المفروض ابتداء ان الحكومة الكويتية متهيئة لمثل هذا الحدث ايا كان، امنيا اجتماعيا سياسيا بكل ابعاد الظرف هذا لازم تكون متهيئة. يعني ما يصير لها ردة فعل، لا هي اللي تباشر. ليش؟ لأنها مو معقولة. شنو بيننا وبين حادثة مسجد الإمام الحسين ولا حادثة مجلس القديح يعني في السعودية؟ ماكو فترة، يعني تقريبا شهر، ماكو قليلة. وبالتالي يعني ما حصل في المملكة العربية السعودية ممكن يجينا وجانا. صحيح. ولذلك شنو تهيئنا احنا؟ شنو استعدينا؟ والقضية مو واقفة على إنه واحد جاي يفجر وروح، لا القضية أعمق. ولذلك لازم أنا عندي من المواقف من التهيئة بحيث لو من يصل لي هالموقف أنا عارف شنو أتصرف. نعم، بنتكلم سيد عن هذه التفاصيل، لكن أنا بالبداية أبيك تشرح لي المشهد. الوحدة الوطنية اللي شفتها من الشعب الكويتي ذهاب سمو الأمير وقت الانفجار، يعني احنا خلينا نتكلم على الاقل، احنا صحافه عندنا خدمه اخباريه، لما شفنا خبرنا سمو الامير انا بلغت شاب قلت لا تدزوا، يعني ما كنت مصدق الخبر انه بعد التفجير في دقائق راس الهرم كان موجود، رغم ان امنيا يعني خلينا نتكلم بشكل عام اي تفجير المفروض يلحقه تفجير والوضع ما يكون دائما امن. شفنا امير البلاد يذهب هناك ويقص حبل الفتنة اللي كانوا يحاولون أن يزرعونها بالكويت، شفنا قيادات البلد راحت، أنت شنو رأيك؟ شوف هذه أيضا أنا فعلا فكرت فيها كثير. طالعت وجود سمو الأمير بعد الحادث بهالفترة القصيرة ونظرتها من عدة زوايا، وبقولها على هوا وصريح وماني مستحي. أول شيء نظرت لها أنا كمواطن كويتي، شنو بالنسبة لي يمثل وجود القيادة السياسية، رأس القيادة السياسية في مكان الحادث وفي احتمال خطر أيضا تكرار تفجير طبيعي أنه يلحق تفجير ممكن، يعني أمنيا ماكو. فبالتالي أنا كمواطن لما نشوف سمو الأمير موجود متواجد بعد الحدث مباشرة قاعد أقول يعني عندنا قيادة أبوية سهرة على الكويت. لكن حاولت أعبر عن هذه ما لقيت تعبير إلا اليوم على الفطور. اليوم لقيت التعبير على الفطور من منو؟ صور تعبير من منو؟ حفيدي يسأل أمه الله يحفظك. أي والله يقول لها ليش تقولين بابا صباح؟
ليش تقول لي بابا الصبح؟ أنا قالت له بابا هذا أبونا أبو الكويت، أنت ما سمعته لما راح المسجد وقال ذيل عيالي يعني أبونا. قال ها والحين شيعة ويانا على طفل طفل على فطر. قال شيعة ويانا؟ قالت إيه ما عنده شيعة سنة، هذا أبو الجميع. كان يقول لها إيه عشان كذي يسموه أمير الإنسانية. صدقني أنا هذه الكلمة كثر بقى بفكر شلون ركب هذا طفل صغير، شلون ركب أمير الإنسانية على موقف فعلا ظهرت الإنسانية من الأمير. الحين أنا قاعد أقول لك جانب جانب، خلصنا من هذا، هذا طفل شاف أمير الإنسانية في هذا الموقف، فما بالك الأكبر الأكبر الأكبر. جيت طلعتها أنا كسياسي مراقب، شلون يسمح الأمن لوجود سمو الأمير في مكان الحادث؟ لازم ما يسمح، لأنه خطر في حياته وهو ما يمثل نفسه، يمثل البلد. بس لما نواجههم بهذه الكلمة قال لهم هذيل عيالي، رفض رفض شديد. لما قال هذيل عيالي حط حد ان امن الكويت كلها مسؤوليتي انا، واللي بيصير على عيالي بيصير علي انا. فهذه من ناحية سياسية موقف، وتكلمت فيه وسائل الاعلام كلها، لان ما يجي بالعالم ان 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 حدث مثل هذا ارهاب يتواجد في رأس الهرم في البلد. سبتمبر 11 بأمريكا، جورج واش ثلاثة أيام ما يدرون وينه. طبيعي هذا، طبيعي هذا، هذا الأمني، هذا الوضع الأمني. ولذلك أنا قلت لك نظرت لها كمراقب سياسي، أنا أقول لا ما يروح، يعني أنا لو بيدي الأمر ما يروح. وزير الداخلية اليوم بالجلسة قال حاولنا اليوم منها. قال حاولت أنا وبست وقلت له ما قبل، قال ذيل عيالي ما أقدر بشه. بس أمنيا سياسيا المفروض ما يروح، لكن قال لا المصير احنا مصير واحد. صح، وهذه انا كسياسي اقول نعم، يعني شلون احنا كمواطنين ننظر لقيادتنا السياسيه، ولما قلنا احنا ولانا للامير وموقفنا للاسره وقاعد نشدد هذا وتصارعنا مع اهل العالم اللي مو راضيه تفهم تستوعب، هذه جسدها بموقف يمكن ما اخذ يمكن 10 دقائق وجوده هناك، ربع ساعه، لكن هالربع ساعة عطت من الدروس والعبر حق الكل. تبي هذه الكويت، هذه قيادة الكويت، هذا شعب الكويت. فأيضا هذا الشيء الثالث، البعض نظرت له كشيعي، احنا مظلومين واحنا ما ادري شنو واحنا قاعد يطالعون نفلة. قال لهم لا احنا اذا يمكن تصير اخطاء تصير فردية، لكن احنا بالازمات واحد، احنا واحد، وهذا الدليل. انا جايكم، انا جايكم ومعرض نفسي للخطر، مو قاعد اشوفها قضيه. وفعلا اللي هو المستهدف، مستهدف مو شيعة، اللي احصر تفجير اللي صار في مسجد الامام الصادق عليه السلام ان المستهدفين الشيعة، هذا غلطان طبعا، هذا مستهدف البلد وامن البلد. يعني واضحه القضيه، واضحه يو في اختيار توقيت، صادف تفجير في تونس، صادف تفجير في شو اسمه في فرنسا، فرنسا اكو 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 شيء مخطط له. صحيح، لكن هذه الخطه وهذا السلوك وجه بقياده سياسيه حكيمه ابويه وبشعب، يعني شو اقول لك، انا ما بتكلم على الفئه اللي انا انتمي منها اليها، لا انا اتكلم على الاخوان اللي اتصلوا يعزوني، يعني كلماتهم كانت مثل بلسم على قلوبنا، احنا ترى انجرحنا جرح كبير. الكويتين كلهم انجرحة. اقول لك انا يعني رمضان ومصلين وبهالطريقة وشيء فجع، 27 واحد خربت البيوت و200 وشوية 70 مجروح، الى الان اكو يعني اكو مآسي قاعد تصير على فكرة، ها بس ما بيقولها انا على الهواء، قاعد تصير مآسي، الا ان هذا كلها صير بحسبه شنو؟ بحسبه انه يجيك هذا الشريف الوطني الكويتي الاصلي يقول لك احنا وياكم شريكين في هالمصيبه، ترى اللي راحوا مو جماعتكم، راحوا اهل الكويت. وهذا تجسد يعني سيد في بنك الدم، يمكن شفت الطوابير من كثر ما وصلوا، جاونا ناس من الامارات يتبرعون وايد، راحوا لبنك الدم، وبعدها في المقبره شفت الكويتيين اجمع راحوا للمقبره،
والعزاء سيد في المسجد الدولة الكبير اللي جمع الكل. عطوا صورة رائعة جدا لطبيعة أهل الكويت. وأنا كنت أقسم بتجربتي وخبرتي أنا المتواضعة من 92 وأنا أحتك مع المعدن الكويتي، دخل ديوانيات الكويت كلها بدوها وحضرها وسنتها وشيعتها وشيعية، يعني دخلت بكل فئات المثقفين، ديوانيات مثقفين، الديوانات الناس البسطاء العاديين أدش عليهم قاعد يلعبون هند ومو يهم السياسة أصلا، ولكن تشوف المعدن الكويتي، تشوف الصفاء الكويتي، قسما بالله يمكن أقول لك أعطوني دروس بالوطنية ذيلي، أعطوني دروس بحب الكويتيين بسلوكهم معاي. أنا داشت لهم يعني إذا أنا في إيران واحد يقول لي أنت عرفناك إيراني هذا لي منه، وأنا جاي وقف رسمي كويتي ليش لا زي يوحي لهذا شيء نعم أبينا، يعني ليش يعني ننكر؟ بينما أنا داش ديوانية عمرهم وداش عليهم واحد بهالزي، وتشوف الاستقبال وتشوف ردة فعلهم وتشوف حماسهم وتشوف أسئلتهم وتشوف طيبتهم، وهذا هذا الوضع الطبيعي، هذول الكويتيين هذا الوضع الطبيعي. لكن للأسف يجينا بعض الحقراء هذه اللي نقول له عيب واستح واحشم نفسك لو قايلها واحد يعني لا ممر سياسي ولا واصل إلى مستوى أنه يكون أمين عام ولا 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 ناطق رسمي أو شيء من قلم أو كنت ما كنت من مناصب سياسية ممكن نقبلها منه، لكن منك أنت اليوم تغريدته اعتذر، لكن التغريدة شنو يعني ننتظر الحلب؟ بث السموم سيد، يعني ما صلنا ثلاثة أيام هذا عيب. الحدث اللي وحد الكويتيين كلهم يأتون هذه الأصوات النشاز تبث سمومها، عيب. أنت منو يبي يستغل دماء الشهداء؟ من الحقير اللي يبي يستفيد من دماء الشهداء؟ حقير، يعني منتهى الحقارة. الناس ملكومة، البلد أمنا انضرب، وهذا يا يستفيد يحلب؟ والله هذا بما أن احنا انصبنا في هذا إذا أعطونا بالمقابل، هذا حقير، هذا أيا كان حط لي أي اسم، بس الحقارة مو هني، الحقارة في إن أنت كيف تفكر هالتفكير. وأنتوا طردوكم في مصر وطردوكم في ليبيا وطردوكم في اليمن وطردوكم في تونس، في كل مكان تواجدتوا فيه طلعتم أنتوا براسكم الخبيث، وإن شاء الله تنطردوا من الكويت، ما تجوزون ولا تتعلمون ولا تتدبون، نفسكم هذا مو نفس الوطني ولا حب الكويت. ولا ياي انت منو يستفيد ويستغل ويحلب؟ يحلب على دماء شهداء، دماء ناس ابرياء، على امن وطن؟ منو هذا اللي مستواه واطي اللي هذا تفكيره؟ لكن كما يقول امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول المرء مخبوء تحت طيات لسانه، يعني من لسانه تعرفه، فهل فلتات هذه اللسان هي تبين معدنه؟ هل هذا معدنهم؟ هذا اللي هم لانهم يفكرون بالحلب، ولذلك بوزاره التربيه راحوا كل مكان، حتى رئيس قسم عطنا اياه المهم حق التيار مالي هذا، وسيطروا مسيطرين على كل وزاره التربيه. شق هو هذا اذا انتم تحلبون الكويت وانتم تستفيدون الكويت، اما الطرف الاخر لا يمكن تاجر بدماء الشهداء ايا كان. ما يتاجر بدم الشهيد الا انسان ما يمتلك ذره من الانسانيه، عيب جدا عيب. واقول له انت اليوم انا ما جبتك بالاسم، لكن راح اجيبك باللقاء او بالاسم، وراح اقول اللي عندي عليك، حشموا نفسكم واحترموا نفسكم، حسوا بالمسؤوليه تجاه البلد. مو واحد ينقز لك اليوم يصرح لي تصريح يسوي لي ضجه بهالبلد، عيب. انا لما طلعوا وقالوا شفت الفيديو مال طالعين لبيك يا شهيد في المسجد الكبير، قلت راح تنعكس اثارها هذه، ما راح تؤخذ ان ناس قاعدين يشاركون العزاء، راح تاخذ شيء ثاني. وفعلا طلع المتسلقين، طلع المتزلفين، وطلع الناس اللي تبي فتنه حق هالبلد، واسمع اقرا تغريداتهم. مو عيب عليكم مسيرات، اللهم صل على محمد، مثل هذا اللي اشتكى عليه في احد الانتخابات، اشتكى علي قال لي هذا مسوي شعارات، كان حتى على زمان محمد خالد اول دوره له، مسوي عليه قضيه. شنو قضيتي؟ يقول شعارات ضد الدوله. شنو شعار ضد الدوله؟ اللهم صل على محمد وال محمد، هذا شعار ضد الدوله.
معقولة يعني؟ عسكري واحد عسكري ومسوي قضية عليه شعراء ضد الدولة، شنو الدولة؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم عليه. هذا اللي سووه سووه، اللهم صل على محمد وآل. لا يجوز، وللمسجد حرمة، لا حرمة مسجد، ولا يدورون مسجد، ولا هذا يدورون فتنة. ولذلك أنا كل ما كنت أحذر الشعب الكويتي، حذروا من ذيلي، أقسم بالله العظيم، ذيلي الطائفيين وذيلي لا يريدون خير بالبلد، وذيلي ما عدا الكويتيين شفتهم طلعوا صحيح بالأزمة. بيّن الكويت الأصلي الطيب الوطني، جماعة البحر واليامال هذيل اللي كانوا على مركب واحد، بمركب واحد بيّنوا أحفادهم، وجيل بعد جيل قاعد يتوارثون حب الكويتيين. وهذيلي اللي أنا أعتقد فيهم إنه ناس إما جايين من بيئة مو سليمة، أو أخذهم الجهل إلى حد وصل فيهم إلى هذا المستوى، عدم إحساس بمسؤولية. أنا أتكلم على وطن. أو قد يكونون سيدنا أنهم يبون هالأزمات عشان يقتاتون عليها هم بالنهاية. هذا اللي يقول أحلب. لما يتوحد الشعب هذولا ما لهم سوق. ها بالضبط، هذا اللي يقول أحلب، لأن هذا فكرة، هذا سلوكه، هذا سلوكهم. أنا بستفيد من أي وضع قاعد يصير استفيد. يعني أنا هذه قلتها وبسكوب وعدة مرات وأكررها، أول من ثار قضية فترة ياسر الخبيث أنا ثرته في سكوب. صحيح. أنا ثرته أول واحد. صحيح. قبل لا ينحكم ياسر الخبيث الحكم الأول، أنا قلت حطوا بالكم أكو شريط أنا مسميه شريط الفتنة، يتعدى فيها على الصحابة وأمهات المؤمنين، ويبيسوي فتنة. حطوا بالكم يا أهل الكويت، لا يأخذكم هذا وأشكاله إلى فتنة طائفية. أنا هذا الكلام حذرت منه قبل لا ينحكم ياسر الحبيب. لكن للأسف الشديد من المسموع؟ المسموع هذا الكذاب، مو مسموع الصادق. لما نجيب لهم شواهد ان هذول كذابين، ماي يقولك شنو يقول؟ يقول وقف يتمسخر كذي على لهجة القبائل، يبي يشيش القبائل علي انا. زين هذا شو تتوقع منه؟ هذا الكذاب شنو تتوقع منه؟ يعني توقع منه يخاف على الكويت؟ ما قال لهم، ما قال هو نفسه هذا الخبيث، ما قال ان خرج على من هو اكرم منكم، يهدد النظام كان، وموجود الفيديو، من هو اكرم منكم خرجوا عليه، انتم منو ما يخرجون عليكم؟ وبعدين لما شاف الشعب توحد ورا قيادته والامور مسكت، خش راسه. كانوا على اطمئنان ان هذا تيارهم يقدر يستفيد من الحراك السياسي ويطيحون النظام وهم ياخذون اللي يبون مثل ما سووا في مصر. انا كنت واثق هذا كان فكرهم، ولذلك صدنا لهم ووقفنا بكل ما نملك من قدرات ان نمنع هذيل الانتهازيين اللي يضمون. وللحين نقول يا جماعه هذا اللي ياخذ هذا مستشار، وهذا اللي يلتقي مع مستشار يسوي مستشار يلتقي منه ياخذ منه النصيحة، لا تاخذ النصيحة من هالناس. دور الوطن الصادق، دور الوطن اللي مقلبه محروق على البلد، دور اللي فعلا هم البلد، مو هم يوصل فلان ياخذ منصب سياسي وذاك موقع رئاسي وذاك موقع قيادي في هالوزارة وذاك وزارة حتى يمشي شغله. هذا اللي كنا ننبه عليه مسؤولين كل رؤساء الوزراء، كنا نقول لهم نفس الكلام. حطوا بالكم يا أهل الكويت، حطوا بالكم من هالأصناف، وميزوا يعني خلوا هالكلمات لا تمر مرور الكرام، حطوها ودرسوها زين وفكروا. وما نحتاج أزمة ثانية عشان تردون، عشان نرد مرة ثانية. يعني يا غزوينا يا تفجيرينا، عشان نرد وحدة وطنية وتلاحم الأمة وشعب الكويتي كالبنيان المرصوص. هو بنيان مرصوص بالأزمة وغير الأزمة، وقبل لا تينا الأزمة احنا سور واقفين. كل من يريد، انا شكوا في ايران ولا شكوا في العراق ولا شكوا في سعودية، انا ما لي شغل، كلهم بلدان مجاورة كل لها قيمتها عندنا، لكن انا اكو بالكويت، انا شغلي بالكويت، انا امني همني. يعني انا اقبل انا لا سمح الله يدخل واحد ملقم نفسه كنيسة ويفجر فيها اللي رايحين اهل الكنيسة، لا والله ما اقبل.
قسما بالله ما اقبل. احنا قاعد نعيش في زمان يسمونه جنون البشر. عندنا جنون بقر، عندنا انفلونزا طيور، انفلونزا خنازير، وعندنا جنون البشر. الحين احنا في زمان جنون البشر، اللي عادي على الكاميرا تحطه ويناحره جزاها الله خير، يقول له جزاها الله خير بشنو؟ ذابح خروف، ناقه، حتى الخروف الناقه الواحد اوقات قلبه ما يطاوع، مو بني ادم مي بشر. احنا بجنون، جنون البشر اللي قاعد يصير هذا حولنا ما يوعينا. يا عمي احنا خلي الاحداث كلها بلدنا لا يصير فيها شيء. احنا ما نبي نعيش مثل ما مخيمات مثل ما عاش غيرنا، ولا يصير السلاح بيد كل من هب ودب ويصير ذبح مذابح. لازم نحافظ على بلدنا ولازم نوقف الموقف المطلوب. احنا نقدم قبل اي واحد، احنا نقدم ولا نقبل ولا نسمح ان بلدنا ينمس امنيا. ولذلك انا شفت اللي يصرحون يجب ان يستقيل محمد الخالد، لان اللي قالوا ماده شنو يجب ان يستقيل محمد الخالد؟ ليش يستقيل محمد الخالد؟ اللي قالوا ماده هو لانه محروق قلبه من محمد الخالد من موقف الحراك واللي سواه. الان اللي قاله موقع ثاني يتشفى. طيب انت يا عمي محروق قلبك لان قضيه صارت شخصيه عليك، لكن اكو شيء صار على الوطن. انا اللي استجوبت محمد خالد مو انت. هذا الربط، انت استجوبت محمد خالد وقبل يومين مصرح تشيد في وزير الداخليه. طبعا، لان هذا وطن. اليوم محمد الخالد خلى الحين موقفه مع الحراك وش سوى، لكن محمد خالد جاي اليوم بهيبه رجل قانون، قاعد نلبس هذا رجل قانون، هيبه رجل قانون. واحنا الحين بظرف استثنائي، نجيب وزير ثاني، نشيل وزير ونجيب وزير ثاني على ما يتعرف على الوزارة وشلون مداخلها ومخارجها، وما مارس على أساس نرضي ذاك اللي زعلان. ليش موقف محمد خالد من الحراك منه؟ هذه مو إحساس بمسؤولية. ومن كواليس مجلس الأمة سيد عرفنا أن الشيخ محمد خالد يتصل في النواب يقولهم خلصوا القوانين النواقص التشريعية. يعني الرجل بالنهاية حريص، يعني شهادة حقها الواحد يقولها، قام يتصل في النواب يقول قانون الإرهاب خلصوا، قانون المدري شنو خلصوا، يبي يخلص الفراغ التشريعي اللي عنده، يبي سكره. يا محمد أنا ما أتكلم على شخص محمد الخالد، أنا أتكلم كأداء وزير داخلية. إي بس أنا الحين كلامي حتى لا يفهم كلامي، لأن أنا أيضا أنا ملشوم من محمد خالد، بس مو القضية، مو قضية محمد خالد، قضية الكويت وطن. أنا عندي اليوم وزير متمكن واقف قاعد يفرض هيبة القانون، قاعد يسوي اللي هذا. يعني حتى قرار، بعض القرارات اتخذها ما اتخذها شخصية، اتخذها من مجلس الوزراء، ليش تحملونه هو؟ الحين خله يشتغل ويواجه هذول اللي جاي لك طاير من بلده ورايح البحرين وجاي لك الكويت عشان يفجر مسجد. خلوه يشتغل، واحنا بين كماشه. يعني احنا بينا الارهاب شنو ما بينه؟ يجينا من صوبين بيدخل علينا، مفتوح شنو ما بينه؟ مو صوبين، ثلاث، مو ثلاث، اربع. يعني كل ما توسع الدائره تشوف اكو منافذ ممكن يدخل علينا. والرجل قاعد يشتغل، رجال الشرطه قاعد تشتغل، رجال الامن قاعد يشتغل. يعني بدال ما ندعمهم، بدال ما نقويهم، بدال ما نوقف وياهم، اني خليه يستقيل؟ هذا عدم احساس بالمسؤوليه. ما عندي انا ويا محمد خالد شخص محمد خالد انا شيء. انا مع الكويت. اليوم اي من يتصدى للامن وايده من حديد ويضرب العابثين بين الدوله، احنا لازم نوقف وياه اذا كنا نحب الكويت، خصوصا في هذه الامور الارهابيه اللي صار. ابني فجر، محمد خالد خذاه وعلقه على على المقصله. انا اشد ايدي بيد محمد خالد. نعم، كفو عليك، هذا مجرم، هذا يريد المساس بين الدوله، وانت البطل اليوم اللي منعته، انت اللي وقعت ببيه. انا مختلف وياك، اختلف وياك. خالكم الله يرحمه، رحمه الله عليه، طلال عيار، صار لما صار اجتماع في قضيه مسند الاماره، انا كنت وياه متزعلين على الاستجواب اللي قدم، رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. لما خلصت الكلمه في الاجتماع مع النواب، طبعا انا كنت كلام قاسي، وايد كلام قاسي، يعني قال لي انا زعلان عليك سيد، لكن اليوم موقفك فعلا انا اشد ايدك، لان اليوم تكلمت باسم الوطن.
اليوم الوطن، مصلحة الوطن، ما تكلمت أي لأي طرف، لأي طرف. زعل ذاب، الخصومة كل خلافات تذوب أمام الوطن، لأن إيه الوطن بالضبط. خلاص أنا الآن محمد شنو يربطني وياه؟ شنو يربطني بيني وبين محمد في أي مكان أشوفه كويتي يا عمي؟ ما أدري أنا، الواحد يتكلم يقولون منافق ومبرائي وعكاس. سيد هذا الوضع الطبيعي، الوضع اللي مو طبيعي اللي عايشينه كنا قبله، لكن الوضع الطبيعي هذا الكلام اللي أنت قاعد تقوله. المشكلة هذا الوضع الطبيعي، لكن موتك اللي يعيش ويقتات على الوضع اللي غير طبيعي عشان يستمر، ويعجبهم يعجبهم الكذاب ويعجبهم المنافق، ويلبسون التهم هذه اللي يسويها ذاك. يعني هذا داير قايم مشاكلك وايد انت، ايش كنت كم مشكله انت سويت حق الكويت؟ امنيه، شرط امنيه، كم مشكله؟ طيب ما تجوز، ما تبطل، وانتو مو راضين تاخذون موقف؟ خذوا موقف متشدد من اي، مني انا ولا من غيري، اي واحد يمس بوحدة الوطن، اي واحد يتعرض لامن الوطن، اي واحد يثير نعرات طائفية، روحوا له ايا كان، تلوه وخلوا هيبة الدولة. هذا معاجبة روح دولة مكان ثاني. احنا الكويت قدرنا ان نكون عيش بهالتشكيلة، نبي نعيش ونبي نحافظ على بلدنا ونبي نحافظ على وطن أكرمنا وعايشين بعز احنا، وبالتالي ما نسمح لأي كان إنه يضرب أمن بلدنا. لازم لازم مطلوب منا أن نكون بهالنفس. يا أخي وين إنسانيتكم صارت؟ يعني هذا ياي متشمت، أنت متشمت بشنو؟ متشمت بالناس، ناس انذبحت بيت الله؟ شنو هالشام؟ شنو النفسيه المريضه اللي انت فيها؟ لا حرام، والله انا اتعجب من كذي بشر. شنو تملك انت؟ شنو روحك هذا يا اخي؟ بيروح جهنم؟ عندك مشرك؟ عندك دينه غلط؟ مذهبه غلط؟ مو عندك من بيحاسبه؟ الله سبحانه وتعالى. وافرح، ليش تروح تقتل؟ افرح ليش؟ لأن اللقاء مو نبني بهالدنيا، اللقاء هناك في الآخرة. هذا مو منحرف؟ خلي روح داج، خلي الله يودي جهنم، خلي يزيد والله يودي جهنم. سيد تشويه صورة الدين، اليوم قاعد نشوف ناس يصدرون لنا دين غير الدين اللي احنا نعرفه، وهذا من واضح، هذا اللي قاعد نشوفه مو إسلام. طبعا. اللي قاعد نشوفه مو دين محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا. الصورة السيئة اللي قاعد يوردونها لنا في الدين، سواء داعش أو الإخوان اللي قبل أمس فجروا في النائب العام المصري وقتلوه بعد الأحكام اللي اصدرت على الإخوان المسلمين. يعني لو هم ينكرون هذه وتبرأوا من الفعل، لكن واضح بالنهاية ما في دخان من غير نار، والناس مو تقصون عليها وتلبسونها. فالوضع الآن تشويه المتعمد لصورة الدين اللي قاعد نشوفه، ليش؟ يعني واضحه انت، هذه رساله متعمده للتشويه. لا يمكن انسان مسلم يحب دينه ويحب نبيته ويحب الرساله النبويه، ممكن يكون هذا سلوكه يعكسه كونوا لنا زينه ولا تكونوا علينا شينه، كونوا لنا دعاة من غير السنتكم اوقات الدعوه لسلوكك، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. اذا هذه هل من الاخلاق ان انا اللي قاعد يصير؟ والله يعني اكثر من اقول ان بكينا على ما شفنا يزيديات ينبعون بسوق النخاسه في سوريا، اكثر من هذه؟ لا حول ولا قوه. بألف دولار بنت ماخذينها من بيت ابوها يبيعونها ليش ذي؟ ليش؟ اكثر من ما شفنا منظر هالاطفال اللي قاعد ياكلون عشان سامعين من شبود وقلوب ومدرس. لا، ما مناظر لا يمكن يقبلها الإسلام، لا يمكن يكون ديننا هذا دين الرحمة، بالعكس. إذا هذه رسالة متعمدة لتشويه الإسلام، مستحيل إنه يكون هذا اللي قاعد يسويه حرص وحب لتطبيق الشريعة الإسلامية. أي شريعة هذه؟ من يقول هذه الشريعة؟ من يقول هذا الإسلام؟ بالعكس، دعوة الأديان كلها التسامح. حتى قصة نبي الله موسى على نبينا عليه السلام، لما رأى واحد من جماعته وقاعد يتهاوش وضرب ذاك وقتله، يا مرة ثانية شافه قال له أنت لغوي، أنت قاعد تسوي مشاكل، أنت
وهذا عمل هذا عمل مو طيب. انت قال انت تبي تقتلني تبي تصير من الجبارين؟ القصه واضحه بعادها، من يقتل ويسفك الدماء يبي يصير جبار. اذا احنا قاعد نواجه اسلام جبار مو اسلام رحمه، هذا الصوره اللي يبون يعكسونها. واقول لهم العاقبه، الله يقول للمتقين، الله يقول عز وجل ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. الله عز وجل يقول كنتم خير امه بعثت للناس، ها الله يقول يمدح هذه الامه بسلوكها وباخلاقيتها. مهما فعلته اكو طرف اخر ممكن يعكس صوره طيبه للاسلام. فاصل سيدنا وسنناقش بعد هذا الفاصل جرائم داعش وما فعلته في أمة الإسلام وأمة محمد وما يواجه المسلمين في كل دول العالم بسبب هذه الجرائم بسبب هذا الدين الغريب اللي ما هو دين الإسلام ولا هو دين محمد. فاصل مشاهدين ونرجع مع السيد حسين قلاف. فعلا الدين الإسلامي براء من هؤلاء، الدين الإسلامي براء من هذه الجرائم، والدين الإسلامي براء من ما يفعلونه باسم الدين. بس للتنويه قلنا أعتقد غلطنا، بس هي كنتم خير أمة أخرجت للناس، قلنا أعتقد بعثت للناس، هي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. حياك الله سيدنا. الله يحييك. تشويه الدين الآن وما يفعله داعش في المسلمين في كل مكان، الآن المسلمين في كل بقاع الأرض يشوفون الويل في المطارات ولا في التعامل الناس معاهم ولا في بسبب هذه الجرائم التي تنتهك باسم الدين. يعني بالبداية لا بس يعني يمكن أنا شديت شوي بداية الكلام وخنطري وبعدين يعني كنا لما نطلع وقت رسمي، طبعا رسمي جماعة شماغات وبشوت وأنا عمامتي، أنا الوحيد اللي أتفتش، ما أدش أنا مطار، هدون جماعتنا مفرج نهار وخالد العدبة ومخلد العازمي ربعنا نوار، هدون هم مشون هم وأنا أتفتش عدل. يعني صارت أحداث أمريكا هذا سبتمبر 11، أنا الوحيد في الوقت ما يفتشوني هذا صار فرج على كل حال. يعني كان بداية كلامنا اللي قاعد يصير هذا يقين مخطط له، هذا لا يمكن أن يكون جاي من فراغ، يعني لا يمكن للمسلم. من دوره هل الدعاة ولا الحكومات العربية؟ طبعاً منو دوره؟ هذا الحين جانب الآن شلون نعالجه أو منو الباعث فيه؟ طبعاً اكو طعم ممكن أنت وأنا ناكله يعني يكبر عندنا، وارد هذا موارد، لكن لو تشوف عمق المسألة من يضمر الشر للمسلمين؟ من يضمر الشر؟ ارجعوا للقرآن شوفوا آياته وشوفوا الله عز وجل حدد لكم العناصر اللي ممكن تثير الفتن بينكم وممكن تخليكم تصارعون، ومن خلالها نعرف عدونا بالضبط. يعني واضح المسألة بوضوح بالآيات القرآنية من 1400 سنة الله عز وجل قاعد ينبهنا. إذا ما يحدث الآن اسمه داعش، دولة الإسلام، اللي تبي تسميها اللي تسميها، في اكو بالنتيجة أن هذه نبتة زرعت، الزارع معروف كبرها، الآن البعض استغل هذه الظروف، البعض انغدع وانغش ودخل. من اللي زرعها؟ ها؟ من اللي زرعها؟ أساس زرعها إسرائيل، واضح. داعش صناعة إسرائيلية 100%، لأن كما ورد بالمخابرات الروسية لما انبحثوا عن أبو بكر البغدادي ايش قالوا؟ قالوا أمه يهودية وأبوه يهودي، ودرسوهم الموساد وطلعوه هيئوه لهذه الوظيفة. مو أنا أقول، أنا ماني استخبارات ولا عندي ولا لي شغل، ريال عايش على حالي، لكن عدة مصادر أعلنت وبالاسم. شنو لهم مصلحه؟ يعني الطرف الاخر شنو مصلحه؟ هاي معلومات استخباراتيه قاعد تقول هذا شنو. الان بغض النظر عن هذه مو مشكله، لكن انا خاطب هؤلاء اللي انخدعوا في ديلي. يعني طفل والله يعني ما اقدر حتى ما اكتب منه، طفل يلبس حزام ناسف اول مره يسافر، اول مره يطلع من ديرته جاي يلبس حزام ناسف، ولو تسمع الشريط اللي مسجله قبل الله يسوي العمليه سمعته، يعني شيء مقزز والله العظيم. ما شلون يغسلون دماغتهم هذول؟
لا مو يقصد، شوف هي القضيه شنو، القضيه ما تي بيوم بيوم ليله، هذا 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 تي تمر بمراحل بمراحل. انا مريت بهذه التجربه بصوره ثانيه، الشحن يعني من كل انتخابات تي، انا اعطيه مثال والمثال يضرب ولا يقاس، كل انتخابات تي ابي انزل الاقي قدامي عوائق كبرى. ليش؟ لان مهدين معبين المنطقة علي أنا، قاطين هذا عندهم ناس، هذا الافتينية ماكو يقعد بهالديوانية، سوى فلان عني أنا، هذا فلان كذي سلوكه بالمجلس، كذي عنده مواقف بالمجلس، ويشحن أهل الديوانية. أدش الديوانية، الديوانية مشحونة، كل دوري إن أفرق الشحنة هذه وتطلع وأطلع، دوري مو أطرح شنو أفكاري، دوري أفرق الشحن اللي بالناس. منو سوى هذه؟ تعبئة. تعبئة. إذن اكو تعبئة، يعني اكو قنوات اشتغلت واشتغلت صار لها سنين تعبي هذا. يعني هل يعقل؟ فعلا يعني انا اقبل يعني رموز الدينية تسبب تشتم بهالشكل؟ اكيد لا. هل يعقل ان مثلا مثلا شرف ناموس رسول الله يقال عنه هالكلام؟ نعم. صعب. طيب هذا يبون له شريط، تعال اسمع تفضل. شو يقولون عن الان الان تشاهد اللي جايبين على على التفجيرات، من اللي قاعد يفجر؟ يقول لك يقول لك اللي قاعد يفجر اللي قاعد يسوي تفجيرات ايران. شنو شاهدك يا فلان؟ هذا اللي واحد من الموجودين يقول ان ان تفجيرات كلها ايران، ان التفجيرات راحت على كل الدول العربيه ما عدا ايران. اي اي هذا هذا دليله. شوف شغل سبحان الله، يعني الحين داعش تبع ايران؟ هذا كلامه. هذا يقول يقول داعش داعش فجرت كل مكان ما عدا. لا النصرة يقول، هو يقول هذا تصريحاته مو انا، النصرة زينين وداعش هذا اللي مالت ايران زرعتهم في هذا سوريا، وايران زارعين داعش. ان هذا زي تعال انت الحين شنو دليلك؟ قال دليلي ياسر حبيب، مقابلة مسويها ياسر حبيب. شو يقول ياسر حبيب؟ يقول التقيت بواحد يشتغل مع مع ايران، قال لي احنا مفجر مفجرين شو اسمه المساجد. ليش؟ قال حتى نثير الطائفيه سنه وشيعه. قلت له ادري انت انت منو 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 يقول منو شاهد؟ من شاهدك يا ابن حسين؟ قال ابن بي. قال انت ما لقيت الا هذا، هذا اللي يطعن في امهات المؤمنين، وهذا يطعن في الاسلام، ويطعن بالصحابه. ما خليت كلامه، ما اخذ كلامه اللي يكشف يهم. يعني ايش معنى تاخذ هذا هني ما تاخذه وهني ما تاخذه؟ اللي بياخذ ياخذ كل شيء يقوله هذا، اذا عندك ثقه هو اخذ كل شيء يقوله. ليش كذي؟ يعني هذا شهادتك عندك، قدم عندك ايران انفجره قدم ادله، ما عندي مشكله. بس هي القضيه ادري هي قضيه، هذه كلها سلسله يا يركب موجتها عبيط واهبل احمق مثل هذا، يا انه واحد لا هذا ياي ومدفوع له ومشتغلين عليه يعني مجند حق السالفه. انا بخاطب هذول اللي الان اللي وصلوا الكويت وفجروا بمسجد، خطاب كذي عامي بسيط بلغه سهله، خلنا على الدين. انت لما نيت فجرت، انت لما نيت فجرت هذا تفجيرك ايش تبي تسوي فيه؟ انت تبي تغير عقائد الناس هذه؟ ما راح تتغير عقيده الناس هذه اللي فجر فيها، ما راح تغيرها بالعكس راح تخليها تتعصب اكثر بهالموقف. هذا واحد. انت راح تقضي عليهم كم مليون تبي تذبح انت؟ ايش كثر عندك قنبله ذريه ونوويه لو تطق على على هالطائفه ما تخلصها، نوويه وذريه ما تخلصها. اذا هذه حماق، تفكير احمق. تبي تمشيهم من شبه الجزيره العربيه تطلعهم مثلا، يلا طلعوا كل اللي ينتمون حق هالمذهب طلعوا. ما انت رحت اماكن ما مو شبه الجزيره العربيه رحت قاعد تفجر، اذا وين توديهم؟ توديهم امريكا وقعدهم بلندن سياحه وصل الجو حلو حقهم؟ يعني هذا تفكير البسيط. انت لا تقدر تغير عقيدتهم ولا تقدر تمحيهم عن الوجود ولا تقدر ايضا تهجرهم. ولما جربت حظك بالكويت ما قدرت على الفتنه الطائفيه. بالعكس الكويت الان صارت نموذج، لازم ياخذون منا السعوديه وتاخذ منا البحرين وتاخذ منا الامارات نموذج. الشعب الكويتي مثل ما كانت الديمقراطيه نموذج لدول الخليج، اليوم الوحده الوطنيه اللي صارت بالكويت نتيجه هذا العمل الاحمق
عطى الشعب الكويتي نموذج لدول الخليج. تعال شوفوا اللحمة اللي صارت بالكويت نتيجة هذا الفعل الأحمق. يعني انت رب ضارة نافعة. انت صحيح ألمت أهل الكويت بهالفاجعة، لكن أيضا فت من جانب ثاني، أظهرت معدن. الآن اللي يفكر يسوي هالعمل لازم يحسب ألف حساب إنه راح يواجه الشعب الكويت، ما يواجه محمد خالد ورجال أمنه، لا لا لا، راح يواجه أهل الكويت. وأهل الكويت لما نقول بسنة وشيعة وبدو وحضر ومناطق داخلية ومناطق خارجية وفقير وغني وابن عيلة وابن الأسرة، أبناء الأسرة اليوم كلهم شفناهم وصلوا، أكثرهم شفناهم نساء ورجال وصلوا إلى الجرحى وطلبوا من الله الشفاء، وبعضهم مثل الله يشفيها شيخة فريحة طاحت متأثرة من الموقف جلطة يعني مواقف. يعني هذا كله راح يعطي رسالة لمن يفكر لا والعياذ بالله أنه يسوي مثل هذا الفعل الأحمق. أنت ما راح تواجه أمن الكويت، راح تواجه الشعب الكويتي كله، راح يوقف ببيك وبكل قوة ويرفضك. مثل ما الآن كل نفس، الآن اللي أنا قاعد أتابعه كل نفس مريض قاعد يصدر، قاعد يصدوا لأهل الكويت كلهم بكل فئاتهم، ما نقبل منك، ما نقبل منك. العجيب شنو؟ أنا هذا اللي استوقفني، لما يجي واحد جاهل لا ثقافة لا شهادة لا مستوى لا بيئة، يمكن دشداشته من قرصلها صار له سنة، المكسر الفليلة صار يسود، ويجيك يتكلم يقول لك يحلل وينظر، وفلان الانفجار يالنا يعني من فلان جهة وفلان، أخي روح أنت شم ريحة تدلاقك أصلا حتى تتكلم. هذا سيد حتى في ناس بعد عشان الواحد هم يحط نقاط الحروف حاولوا من خلال هالموقف أيضا زرع فتنة بين الكويت ودول أخرى. يعني شفنا تصريح أحمق أيضا في تويتر إنه ما خذينا من السعودية إلا الإرهابيين وما أدري شنو. قلت يعني أحمق أنت بسرعة، قلت أحمق وإحنا نسلم معاك. هذا أحمق يعني اللي حاول يثير أحمق. ما لا يمكن، أنت مواطن كويتي شنو تستفيد لما تثير هذه الأمور؟ بالنهاية هذه بلدك، يعني لا صار فيها شيء لا سمح الله، أنت المضرور. ولذلك أنت لا تركبون موجة. أبي أوصل أنا فكرتي هذا، قلت الأشلح لملح هذا عذرة، لكني لما واحد يقول لك دكتور فلان، دكتور هذا الكارثة إنه دكتور إيه يقول له دكتور فلان، يقول له يعني إيش معنى هذا اللي فجر سعودي؟ شنو جوابه؟ والله صدمني، قال لو أن الذي فجر شمرذ الجوشن الذي قتل الحسين عليه السلام لو قلنا إيران خلفه. أنت دكتور يعني أنت دكتور شو تدرس أنت؟ ما أدري شو تدرس أنت؟ تدرس كيفية الجنون؟ كيفية الحمق؟ ولا شو تدرس أنت؟ يعقل أن هذا جوابك؟ يا أخي إحنا نبي بلدنا، إحنا وضع بلدنا، هذا التحليلات اللي أنت قاعد تقول هذه تضر بلدنا. هذه المشكلة سيد، هذول يبثون سموهم على طلبة في الجامعات وفي المعاهد، لا هذا شنو الحل معاهم؟ لا ومحمد وأكثر أزيدك، هذا خل أفترض وفرض جدلي حتى لا يسجلون علي، فرض جدلي يعني مستحيل، اللي فجر مجندة إيران، مو هذا؟ لا انت ايش قاعد تقول؟ قاعد تقول هذا راح جهنم، بدليل انه ما راح فجر لله وللاسلام، فجر عشان ايران، يعني خسر الدنيا والاخره. هذا تعليق احمق، خسرت هذا دنيا واخره. اذا على فرض انه رايح في سبيل الله، انت قاعد تقول لا هذا رايح في سبيل المجوس او دولة فارس مثل ما هم يسمونها. ما انت طعنتني، انت ما بررت موقف، يبي يستغل الموقف عشان يزيد الصراع ويزيد الفتنه، يتكلم كلام يدل. وقع اذا بصرت باشمط واذا تحدث تكشف عن صبي. واقع شلون دكتور هذا شلون يعطون شهادات دكتورات هالبشر هذين اللي هذا مستوال لا يقدر يميز بين من يزرع الفتنه ومن يجند الناس لمثل هذه الأعمال. هذا قلنا لهم يا جماعة في جلسة لما صارت أحداث مبارك الكبير وراح فيها شهيدين، واحد من عيال محمد رحمة الله عليه والثاني من عيال سبحان،
من صار هذا طلبنا جلسة سرية نناقش فيها الوضع الأمني. أنا من ضمن الكلام اللي قلته قلت له يا جماعة مطلوب تحطون ناس تدرس شنو اللي خلى هذا يجي يفجر ويجي يتصدى لرجال الأمن ويقتل اثنين من رجال الأمن. سووا دراسة، لا تجين تقولوا لي فلان وعلان، هذا ما ينفعنا، لازم ندرس دراسة. من خلال هالدراسة نعرف شلون نعالج الغسيل المخ اللي يصير على بعض الشباب. تحمس وروح شباب، بعضهم 18 19 20 سنة يصير هذا كارثة. قد يكون انا شفت فيديوهات، انا في بتحليلي الشخصي فيديوهات ماسكينها بالعراق لما يقولوا له يقول له انت جاي تفجر، يقول اي، يقول له ليش تبي تفجر؟ جاي يقول انتم تعبدون القبور وانتم شو اسمه تقتلون المسلمين وانتم شو اسمه شنو قال تسبون الصحابه وانتم تطعنون وماتمون، يعني جاي بغيره. هو هذا يزرع داخله هالشيء، هذا جاي بغيره، هذا يتصور نفسه انه فعلا. والحال يا جماعه تعالوا، كل مراجعنا كل علمائنا ما يجوزون لا سب صحابه ولا طعن في امهات المؤمنين ولا يقبلون في تحريف قران ولا ما يقبلون، بس قالوا لي مهما تقول ماكو. اول من يرفض سب الشيعة هم اول من يستنكر هذه الافعال. منو شاهدهم؟ شاهدهم ياسر الحبيب، هذا شاهدكم. لا هو عالم ولا له هو رجل دين، واحد خذ خرجه حطها على راسه، هذه واقعه. وكبر له يحيى وتكلم باسلوب هذول اللي واصلين، يعني ماكو. هو والملائكه على 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 غيمه واحده، شو يتكلم يا هل؟ خليتوا مراجع الدين، خليتوا علماء الدين اللي لا يجوزون. شوفوا الاحداث اللي صارت في الاعظميه، شنو كانت فتوى السيد السيستاني المرجع الاعلى؟ شنو كانت فتوته؟ لا يجوز قتل المواطن العراقي السني، ما يجوز، حرام، ما يجوز. وقف الفتنه مره بفتوته. شوف كل المراجع، كل المراجع الحين يطلع لك واحد شاد وما له اي قيمه بالوسط العلمي، الوسط العلمي اللي ياخذ يعني اعتبار يقول يستشهدون فيه. هذا شاهدكم. ليش ليش ما تاخذون من المنبع؟ ليش من المصدر؟ ليش ممكن يستغلك هذا؟ هذا يستغلك. تعال يا جماعه شوفوا انتم، هذا هم عنده هدف، هذا مو جاي من فراغ، هذا نفسه ما جاي من فراغ، هذا عنده هدف ومبسوط انه قاعد يؤدي هذا الدور، فرحان. شو يقول؟ يقول تبون تاخذون معاش من لندن؟ انا سامعه. ويعطونكم لجوء ويعزوكم ويصيرون مثلنا؟ سبوا صحابه، هذا الطريق. شوف المخ، لو شوية ذرة فهم عارف ان هذا خبيث. سبوا الصحابة يصير لكم مثل ما صار لي الان، لجوء سياسي، بريطانيا حامتني وتعطيني فلوس كم باوند، قال ما ادري 220 باوند ما ادري كم تعطيني. الله يخرب بيتك، سببت فتنة بالعالم، سببت ما مسكوا واحد في العراق من هذول داعش الا ورجده في تلفونه كلام هذا، فيديوهاته صدقني، ثق واعتقد اكثر اللي مسكوهم بطلوا فيديو تلفوناتهم شافوا هذا وهو يسب الصحابه يقول هذا تفضل هذا الشيعي. هذا اول شيء يعني بالعقل، لما تاخذ حكم عقلك، هذا ما له بلد، ما له جواز، جنسيته مو مواطن، فما عنده الا لندن. بني ادم ينبذون الشيعة قبل السنه ويبث هالسموم والناس تصدق، مصيبه هذه. لا بعد خل اقول لك، عنده سيد السيستاني ما عنده دين، هذا كبار مراجعنا. سيد الامام خميني ما عنده دين، هذا كلامه. الشيخ بهجت احد المراجع ما عنده دين، الشيخ الوائلي ما عنده دين، فاسق. السيد محمد باقر الصدر هذا كبار مرجع ما عنده دين، كله طلعهم من الدين. يعني مو عار على بس على ذاك صوب، هم على انها عنده حره، مو مخلي احد عنده دين. قول كذا الكفار، هذا الكفار مراجعنا، سبني مراجعنا هم كفار. يعني عرفوا ان هذا ريال، هذا يا يوزع شهادات ايمان وشهادات كفر، مثل عندنا واحد هني بالكويت هو يدخل الجنه ويدخل النار ويزندق فلان ويعطي شهاده. عندنا واحد ما شاء الله عليه، ولو
تقول له الفرق بين السلنجا والاستبراء ما يعرف. حالة. ناخذ فاصل سيد ونرجع وياك فاصل مشاهدينا الكرام ونعود بحوارنا مع السيد حسين القلاف النائب السابق في مجلس الامن الكويتي. فعلا انا الكويت والكويت اكيد اكبر من جروح واكبر من جميع المآسي وشفنا ذلك يعني على ارض الواقع ما يحتاج شفتوه والعالم كله شاف الكويت وصل رسائل للكل اولهم داعش شفتوا الكويت وباذن الكويت باذن واحد احد ستكون مقبره لداعش ومقبره لهذا الفكر الضال باذن الرحمن. سيد صحيفه الجارديان البريطانيه تقول في سببين للهجوم على الكويت اللي صار الهجوم الارهابي يقولون وجود سبب وجود طائفه شيعيه كبيره زائد وجود القواعد الأمريكية فيخافون داعش فيضعفون يبون يطلعون الأمريكان من الكويت. هذا تحليل الجاردين. إيش رأيك؟ إيه قول إيش اسمه؟ جاردين بريطانية. الجاردين يعني قاعد تقول جاردين يعني قاعد تقول إنه شلون يكملون قصتهم؟ أي قصة؟ قصة لعبتهم اللي قاعد يسوونها من ربيع عربي ومن دعم لهذا يعني تيجي تقصف من يواجه داعش. وتقول قصفي كان خطأ وتنزل أسلحة في مكان داعش وتقول أنا نزلت الأسلحة خطأ بتقص على منه اللي بيحارب داعش اللي حارب داعش مو يفجر بطيارة على مواقع من واقف مقاومة شعبية قاعد تقاوم. سبحان الله الطيارات والصواريخ يعدون فوق داعش يطيحون ما طاحوا عليهم. لا هما شوف مرة في لقاء أذكر صدام قاعد مع طيارين في الحرب العراقية الإيرانية فتدري صدام وهذول اللي قاعد يوزعون شو اسمه كل واحد يبي فاخرون قال له سيدي طيار من طيارينا راح الموقع وضرب وما أصابه رجع مرة ثانية وطلب إنه يعيد مرة ثانية حتى يروح يصيبه يعني بيقول له كثر خلاص الطيار العراقي يعني لصدام شنو رد عليه صدام؟ قال شنو هالحكي؟ هذاك شغله هذا فنادي هذا قال شنو هالحكي؟ طياره مجهزه باحدث الوسائل شنو يضرب هدف ما يصيبه؟ يعني هذه قيلت في الحرب العراقيه الايرانيه من صدام في الثمانينات الحين هالتطور التكنولوجي الحين التطور التكنولوجي ما يعرفون ان هذا الموقع في القوات الشعبيه اللجان الشعبيه والقوات الشعبيه وهذا مال داعش هني يقطون أسلحة وهني يضربون صواريخ يقتلون مجموعة من هذول المقاتلين اللي قاعد يواجهون داعش يعني اللعبة واضحة وشغلة واضحة والأمور واضحة لكن اليوم إذا قلت الحق حسبوك على الطرف ولا ذاك الطرف ما تحتاج أطراف سيد يعني ناس قاعد يصرفون أموال كافية هالفيديوهات اللي يبثونها هذا عمل إنتاجي كبير ضخم إحنا ناس نشتغل بالإعلام نعرف يعني هالفيديوهات اللي قاعد يحطونها يعني هذه مو ناس عادي يعني محترفين اللي قاعد يسوون يعني هذا القتل المسيحيين اللي صار اللي أبوه المصريين ولا حط الطيار الطيار الأردني الأردني ولا أنت ما شفت اللي حطوهم في المسبح ناس ينزلونهم بالمسبح ذبحوهم في الغرق حتى الموت لا 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 طريقة التصوير والإخراج هذه شنو إمكانيات فيلم هوليوود هذا إيه بالضبط يعني كل واحد عنده خبرة إعلامية يدري إن هذا شيء مرتب جاي وأنا أعتقد إن حتى هذا اللي قبل لا ينحرون يبي لهم ممثل من الممثلين الأمريكان وملبسينه ويتكلم بالإنجليزية بطلاقة ويعطي دور انه شلون ينحق يعني شيء معدود له مرتب على كل حال. الجارديان خلنا اقول لك بس يقولون بالتفصيل يقولون الكويت تعد معقلا لاحد اكبر المجتمعات الشيعيه في دول مجلس التعاون الخليجي ودائما ما يطلق قاده داعش عليهم انها هدفا شرعيا لها فالشيعه هم الخصم الابرز لداعش على مدار الاعوام الثلاثه الماضيه من مجازره خلال العقد الذي سبق الاطاحه بدكتاتور العراق صدام حسين والذي افقد السنه نفوذهم في البلاد. هذا التحليل مال الجاردين اي هو هذا اللي قاعد يدس السم بالعسل يعني حتى على فرض ان كنا مثلا العدد الاكبر في المنطقه يعني مثلا على فرض عندنا تجربه احنا واضح لما صار الغزو شنو كان دور الشيعه؟ شنو موقف الشيعه؟ وكم شيء هو موقف الكويتيين كلهم بالضبط كان. بالضبط لا انا بس لان صار الكلام على هذا يعني انت الشيعة ولاهم للوطن وللكويت يعني صاروا الآن النص صاروا الثلث صاروا الربع
ببناية المطاف أيا كان هي تركيبة الكويت الطبيعية، هذه تركيبة الكويت بالضبط. إذا المسألة دس السم بالعسل ماكو غير. لكن الرسالة اللي أنا الآن يهمني أن توصل للحكومة أقول لهم سياسات السابقة وقفوها. أي سياسات فيهم؟ يعني طريقة التعامل تحديد. طريقة التعامل في الأمور كلها من تقريب أشخاص وبعد أي أشخاص وتبعيد أشخاص، هذا مو صحيح، هذا أسلوب خاطئ، مو أسلوب عمل حكومة، لا ولا حماية وزير، مو أسلوب عمل حكومة، لا هذا ولا حماية طبعا. بس لا أنا أكلمك هذا يعني خطة حكومية لإبقاء وزرائها. ضررها شفنا الضرر، شفنا ضررها. يعني أنت مو معقولة يجيك نائب ويعرض عليك يقول لك أنا أسوي لي لجنة تحقيق في قضية سرقة بالملايين، الحكومة تصوت ما تبي لجنة التحقيق. ليش؟ ما يهمك أن أنت تبي تمسك سارق حتى لو هذا وزير، بعدين ليش تجيب وزير ترضي فلان ترضي علان؟ إيش حق هذا أسلوب؟ بعدين ليش ما تصدق الـ 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 الأوراق الرسمية؟ لما أنا هي أقدم استجواب وأقول لهم تعال يا جماعة مطار الكويت شوف العقود مالته، العقود تقول مكيفات هذه الصفات اللي لازم تتوفر في المكيف للسنترالات، الأرضيات لازم هذا، لكن تعالوا شوفوا شنو مركبين من تكييف شنو من الأرضيات، والدليل مو أنا مالي مال ديوان المحاسبة. ليش الحكومة ما تسوي لجنة تحقيق تعالوا ليش فعلا هالعقود تم مخالفتها وآلاف الدنانير راحت ببطن المقاول بلعب، بدال ما يركب مكيفات أصلية يركب تجميع، بدال ما يركب رخام يركب جرانيت ولا أي شيء كلام. هذا كله هذا يعتبر من شراء الولاءات والضمانات ولا شنو؟ على ما أنا أحسبها اللي تحسبها، بس من المتضرر؟ أنت مضرب نهاية، أول من المتضررين الحكومة. توه مسوينا طق مطر شفنا الخرير، خرير من المسؤول عنه؟ قلنا لهم يا جماعة تعالوا أنتوا هذه الخطوط الجوية الكويتية ايش كثر راح يصار عليها حكي، وين وصلنا فيها؟ منو متضرر، منو مستفيد من هذا؟ يا جماعة غيروا سياساتكم. يعني لما انا اوجه سؤال باب شاهد، بس اوجه سؤال لوزير من الوزارة اقول له تعال هذا في برنامج تلفزيوني يطعن يقول عن سمو الأمير الراحل يقول إن هذا سوى انقلاب على الدستور، يقول إن في مقدمته أنا حاضر وياه اللقاء يقول حصل انقلاب على الدستور. من اللي سوى الانقلاب؟ أدز سؤال رسمي أقول هذا المذيع بهذا اليوم بهذا التاريخ، إجابة عندي رسمية موجودة جايبها بس عشان مو أنا أرفع أوراق، قلت له هذا الشخص يقول ان سمو الامير الراحل سوى انقلاب على الدستور، هذا طعن بالذات الاميريه حي ولا ميت، وهو طعن لم يحدد الدستور الذات الاميريه موصونه بحياتها وبعد مماته مفتوحه. شنو كان الرد؟ الرد لم يذكر من هو ولم يعين كم امير عندنا احنا راحل، والحل باسم منو كان يوم صار الحل؟ تتكلمون على الحل. هذا جواب وزير دولة، بدال ما هذا الوزير يوجه نعم لازم تأخذون تحولون النيابة، وهذا هو اللي سوى معارضة انتو حميتوه. جيت بسؤال ثاني، هو نفس هذا المعارض اللي كل يوم يطلع بالإذاعة ويطعن بالمال العام وبسراق المال العام والدنيا المال العام، وجهت سؤال قلت له هذا يداوم عنده غياب سويت وياه، أعطوني أيام غيابة وفق اللوائح وفق القواعد الموجودة للوظيفة عن ديوان الخدمة والوزارة، من ديوان الخدمة والوزارة هذا لازم كان ينفصل من عمله. سووا أعطوني تاريخ غيابة جمعت، هذا مفروض وفق القانون ينفصل، ما انفصل وقعد بقناة من القنوات اللي سكرها قاعد يسب النظام يسب الحكامة ويطعن الناس بأنه سارق المال العام. زين أنا وجهت لكم، أنا حطيت لك قدامكم طعم، واحد ثالث قاعد يسبكم، وجهت سؤال بالجامعة أعطوني اللي سجل الطلاب وخذ علامات أعطاهم علامات عشان يعطونه نقلهم وعشان يعطونه علامات ويصير نائب،
اعطوني هذه العلامات واعطوني اعطوني الشهاده الامتحانات اللي تم تقديمها للطلاب. ماكو جواب. طيب زين هذا الاذلي قاعد يطعنون ومصاعدين مسوين شرفاء المعارضه. واحد سارق مال العام. ثاني طاعن في امير البلد. الثالث شاري 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 اصوات بنقله ويعطيهم. الرابع كم سؤال بايق بايق. ليش قالوا ثلاثة على الشيكات؟ اكو رابع ليش ما قالوا؟ ما ادري ليش. ما قالوا عن دويلة؟ ما قالوا عن طبطبائي؟ اكو واحد ثالث ليش ما قالوا اسمه؟ ليش ما ادري؟ ربعهم؟ يبي تستترون عليه؟ عجيب. اللي مستلم استلم بعد، شنو تستتر عليه؟ مو انت تقول رشوة؟ مو تقول هذه خيانة؟ انت بس تبي راس فلان وعلان وهذا اللي مستلم ليش ما قلت اسمه؟ بس يعني كانوا يبون يضربون وليد طوائي ناصر دويله؟ لا 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 وليد برروا له. وليد قال اعترف وقال وسوى وما شنو وخلصنا. وهذاك الدويله طلع عندكم بسكوب وقال يبا بالوطن. بالوطن اي ما ادري اي بالوطن صح. فبالنهايه هذول طلعوا. الثالث ليش ما قلتوا عنه؟ يوم قلنا يوم انت حكينا قلنا لهم يا جماعه هذا غلط اللي قاعد يصير في قضيه شو اسمه حضور الوزير والطلب طلب الحكومه انه لما صار عدم عقد جلسات قلنا لهم وفق القانون الاساسي وفق المذكره الموجوده وفق الدستور الكويتي ما يشترط حضور كل الحكومه. ما قبلوا منه. اللي كان احنا كنا نقول ايه ها كان يعترضون علينا. الان رئيس مجلس الامه والشله اللي معاه قاعد يسوونه نفسه اللي احنا كنا نسويه كنا نقوله. وكان يقول عنكم تعدون عن الدستور. وكان قاعد يقول احنا نتعدى على الدستور وتعد. اذا انتم يا حكومه ميزوا، انتم يا حكومه ميزوا، عرفوا شنو اللي يخلي ولاء حق المواطن. هذه وايد نقطه ايضا رساله ثانيه لازم توصل حق الحكومه الليله. شنو اللي يخلي ولاء حق المواطن؟ اللي يخلي الولاء حق المواطن ان المواطن يرى ان القانون ينطبق على الجميع. يعني شنو؟ لما اشوف مصطلح القانون وحده. احسن صحيح. لما نصير مصطلح القانون وحده تلقى يصير ولاء للوطن. ليش؟ غصبا علينا بالنهايه ما اظلم لان بالنهايه ترى لما المواطن يحس نفسه مظلوم في بلد هذه كارثه. بيايك هذا لما يحس بالعداله يعني مو مظلوم. صحيح. وبالتالي ولاء يزداد لان بلده ما يظلمه. بلده ما يظلمه. العداله الحريه المساواه تطبق القانون يطبق ويصير يصير يصير ان البلد حامي المواطن. لما انا احس ان البلد يعني اللي سواه سمو الامير في حادثتنا هذه اللي صارت يخليني انا اتمسك اكثر. ليش؟ لانه قاعد يقول لي ان انا منه وهو مني. شنو ما بينه؟ انا منه وهو مني. هذا الولاء. لما نرى اراء قانون يطبق طبقوا القانون على الكل علي انا قبل غيري. ليش قاعد يصير هالشكل؟ ليش هذا ليش السياسه؟ تفكك لأن لما اختلفوا احنا قلنا لهم يا جماعه هذه القناه خطره عليكم بالديره، خطره عليكم. لما كانت سبنه ما يخالف، لما سبت الحكومه شالوها. لا مو كذي، مو لا تتعاملوا بضيق الافق، مو لما يسبني انا، لا انا اطالع هذا شنو هدفه؟ وين رايح؟ شنو البعد اللي قاعد يتحرك من خلاله؟ وانا عالجه. انا عالجه. لما يجي واحد يثير انا ما يحتاج، لما واحد يثير طائفي انا ما احتاج تويتر ينبهني وخليني اروح اخذ موقف. انا بسرعه عندي الامن الوقائي يسمونه، الامن المفروض. الاجتماعي يسمونه. صحيح. انا اكون حريص، انا كدوله الكويت كحكومه دوله الكويت حريص على اي وارده وشارده اللي تجي على في هالبلد ممكن تسبب ازمه انا متصدي لها، انا كحكومه متصدي لها. ما انطر رده فعل المواطنين ولا انطر رده فعل المواطن. هذا صحيح. زين سيد عشان لا يضايقنا الوقت، في عضو مجلس القومي الايراني اسمه محمد كريم عابدي يقول سمع تقارير وناقشوا انهم القوات الايرانيه يدخلون الكويت لحمايه اهل البيت بعد الاحداث هذه اللي صارت، رايك؟ يعني احنا متواجهنا ثواله وايد ثواله اكو. يعني انا شفت سمعت نائب اثول عراقي
سمعت نائب أثول إيراني، سمعت نائب أثول كويتي، أكو ثوالة يصرح ما يعرف كلام اللي يقوله هذا وين بعده وشنو أثاره. بس اسمه يعني أكبر من اسمه عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية وعضو في مجلس ما أدري شو اسمه مجلسهم هالطول اسمه، يقول لك راح نتخذ إجراءات لحماية آل بيت بالكويت وإحنا جاهزين للتدخل وأن ننتقم من اللي يعتدون على آل البيت. أنت عليك من اللجان اللي فيها؟ أنا ما عندنا، أنا واحد ما عنده شهادة صاير رئيس لجنة من ذاك اللجان اللي تحتاج ثقافة وعلم وسياسة ما عندنا بالكويت. زين هذا نفس الطقة، يعني شنو الفرق يعني؟ هذا نفس قلت لك. زين التدخل يقول لك انه يعني الحكومة العراقية، خل اقول لك على سبيل المثال، الحكومة العراقية تسعى من خلال قبل كان رئيس المالكي الى تحسين العلاقة وتوطيدها مع الكويت والسعودية. هذا صار قضية ميناء مبارك الكبير، هذا طلع لك نواب تصريحات يعني باكر يبي يهجم على الكويت. الريال قاعد يرتب العلاقه بين الكويت والعراق واتفقوا شلون نتعامل مع المينا وشلون نحل المشكله وقاعدين يمهدون لها. طلع لك هذا بتصريح يبي يحتل الكويت. ادري هذا اثول ما يفتهم، وعندنا اثول احنا كويتي كل يوم طالع لك طلعه. ولذلك احنا خاطبنا قلنا ما بس ما يسمعون. حتى هذه السفارة التركية لما تم الهجوم عليها كان ملحق الثقافي يوميا ينزل مقالة بالرد على اللي قاعد يهجمون على 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 السياسة التركية، يوميا يقدمون وحولوا النيابة اللي تعدى على السياسة التركية. قل انت وانت سفارة ليش ما هذا اللي قاعد كل يوم قاعد يتهمكم بالتفجيرات، يتهمكم ما ادري شنو، يحولوا للنيابة. الكويت دولة قانون، من حقهم حوله. هذا ما يمثل الحكومة الكويتية، هذا يمثل نفسه. وأثول أحمق. إيش ترد على هذا؟ نفسه. بدش بيتدخل بالكويت عشان. هذا أثول. يعني النهاية أنا خلصتها. هذا أثول ما يعرف يصرح، ما يعرف شلون يحب. يعني يدري إن لما صار الانفجار عندنا بالكويت، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية يرسل مندوب عنه، ممثل عنه. رئيس لجنة توحيد بين المذاهب ويدزل الكويت حتى يبلغ تحيات المرشد وتعازيه وتضامنه مع أهل الكويت، وأن الهدف مو قضية طائفة، الهدف ضرب أمن الكويت. يوصلون هالرسالة، هذا معناته شنو؟ معناته أنا بفرش، أنا بسوي علاقة طيبة. والكويت تميزت بسياستها اللي الآن لما إذا تتابع، أنا اليوم قاعد أسمع البي بي سي قاعد تتكلم عن سياسة الكويت، تقول بالمنطقة الكويت تعتبر سياستها أكثر اعتدال وتنأى بنفسها عن الدخول بأي صراع في المنطقة، ولذلك بيجرون الكويت لهذا الصراع بأي طريقة كان. بأي طريقة كان. هذا البي بي سي، مو شو اسمه، مو سكوب شينا ترى انا مع البي لا لا سكوب قناة وطنية كويتية. فلما انت بتقول تحلل التحليل بتقول ايه هذا متعصب حق الديرة ويبي يطلع الديرة بهالشكل، يبي يعني متعصب للديرة. لكن بي بي سي شنو تعصب حق الكويت اللي تقول في تحليلها تقرير كامل انا اليوم اسمعه ان الكويت من اكثر دول المنطقة اعتدالا في سياسات الخارجية، وتحاول دولة الكويت تنأى بنفسها عن الدخول بأي صراع في المنطقة. ولذلك عشان نوصل حق الختام، ولذلك الأحداث ستتوالى على الكويت أكيد. كل يعني أغلب الدول المنطقة اللي يعادون الكويت سيحاولون بقدر المستطاع أن يجرون الكويت إلى سواء زاوية الفتنة أو زاوية أخرى أو قلقلة الأمن الداخلي أقل شيء. عدل؟ صح. زين سيدنا، بالنهاية الحوار أنا أبيك تلخص للحادثة اللي صارت، أبي كلمة منك لأسر الشهداء، كلمة منك للشعب الكويتي، وكلمة إلى رئيس هذا الشعب أميرنا حفظ الله ورعاه، الموقف الإنساني الكبير اللي سواه وقطع فتيل هذه الأزمة. يعني صراحة يعني قاعد تقول لي عيد الحلقة من أول، بس مع ذلك باختصار. مع ذلك يعني نبدي بالكبير ونقول له دائما كبير، دائما مواقف كبيرة، وحكمتك حفظت الكويت، حكمتك دائما انت بمواقفك قاعد نشوف دائما
احنا في بر الامان، بسبه سياساتك، بسبه عقلك، بسبه حكمتك، تحملت كثير من بعض ابنائك اللي جرحوا فيك، اللي مسوك، ما حاولت تنتقم، حاولت تلمهم. دمعتك اللي نزلت عند مسجد الامام الصادق، يعني بكائك بكانا، تاثرك اثر فينا، توجهك انا اقطع ان كثير تفاعلوا مع حركه سمو الامير. يعني رساله سمو الامير وصلت لكل يمكن انسان بسيط ما يدري شنو ابعاده، يتصور ان هذا اللي ايه مثل ما قاعد ينقل هذا حديدان وربعه شويه مشركين ودخل عليهم قتلهم خلاهم يروحون. بينما الحال ان امن الكويت وان انسان بريء قاعد ينقتل، وشيء ثاني الابعاد الثانيه السياسيه. فجيت انت بهذا الموقف الكبير، حطيت الموقف الكبير قدام الشعب الكويتي وخليت الشعب الكويتي كله تحت عبادك، ونقول لك شكرا ويعطيك العافيه، ونطلب من الله لك طولة العمر. امين يا رب. اما اسر الشهداء، انا اقول اذا واحد صائغ ذهب يبي يسوي قلاده حق بنته او زوجته، احد يعزه، فراح شنو يختار؟ افضل نوع ذهب يختاره عشان يصيغه ويعطي هديه لهذا اللي عزه معزه كبيره. انا اقول الشهاده هذه مو امر سهل، والصايغ هو رب العالمين سبحانه. فاختار افضل من هو موجود لينال هذه الشهاده. ومواقفكم وكلماتكم قاعد تتردد في كل دواوين الكويت وحتى برا، ان اذا كان قتل ابنائه يسبب وحده الشعب الكويتي، احنا جاهزين له. وهذه كلمات حقيقه، كلمات عظيمه. شكرا لكم، وعظم الله اجوركم، والله يصبركم. امين. لان صعبه المساله. اما الشعب الكويتي اقول 50 سنه صار لنا ننتخب ونشارك، الان ماكو. اشوف الجلسه على المدرج فوق ما كله عسكري، واحد واقف العسكري واقف، ليش حقه مكفي الريال تحت؟ على الاقل اكون نظرين من السكرتاريه تحت نزلوه حق العسكري، ماكو احد. 50 سنه معناته ان احنا بالديمقراطيه ما تقدمنا، تاخرنا. سبب تاخرنا شنو؟ سبب تاخرنا ان قاعد نخدع بشعارات، قاعد نخدع بالناس اللي فعلا عرفوا شلون يستغلون طيبه وبساطه الناس ويتوجهها التوجيه الغلط. اليوم احنا ما وصلنا اليه، ما وصلنا، يحتاج الى وقفه ثانيه. هذه الدماء اللي اريقت هذه وراها ابعاد، فهموا هذه الابعاد، حافظوا على بلدكم، ديرتكم حافظوا عليها، وحدتكم الوطنيه تتجلى وتتجسد بهالمواقف اللي سويتوه، مو صغير كبير. اشكركم كلكم، ومو غريب عليكم يا اهل الكويت. انا قبل اختم بس في يعني شخص ابي اذكره، ما اقدر اتعدي هالحلقه بدون ذكره، الراحل جاسم الخرافي، رحيله شنو اثر فيك؟ هو رفيق دربك وصديقك وعلاقتك فيه قويه جدا. الله يرحمه. يعني رجل قلبه كبير وصديق، يعني فعلا صديق. من ما شاء الله تبكيني انت؟ لا والله بس عشان يعني خل اقول طريفه بيني وبينه حتى اطلع انا من المود مالي. هذا سياره المايباخ هذه رحمه الله عليه. قلت له عطني سيارتك وانا اعطيك سيارتي، انا عندي تويوتا، عطني سيارتك وخذ سيارتي. انا كل ما اذكرك ادعي لك وهذا خلاص اسوي قصه جاريه حقي. الله يرحمه. قال يا عمي مو سيارتي، هاي خالي معطيني اياها، مو مالتي، هاي خالي. الله يرحمه، كان قلبه كبير، وكان فعلا كان يجسد الوطنيه، وناله من التهم ما ناله، وناله من التجريح ما ناله، لكن بنهاية المطاف كان جبل، فعلا جبل صامد، وكان صادق فيما يقول. يعني كانت بيني وبين اتصالات تالي الليل، تالي الليل يصير بيني وبين اتصال، ونقعد نسولف على الوضع. على قال اذا كان هذا اللي قاعد نسويه يخدم الكويت فيها مصلحه الدين، ما عليه مشي، خلي يقولوا اللي يقولونه. لان نيته صافي رحمه الله، قبل لا يموت انصفها القضاء الكويتي.
يعني حكم يعني لم 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 يذهب مظلوما الحمد لله انصف يعني فعلا يعني نال الكثير، لكن يبقى ابو عبد المحسن يعني انا زاملته طيب القلب، مره يعني تصدر مني كلمات بعفويه يعني كان يتحملها مني، وايد كان يتحمل مني، رجل دوله بمعنى الكلمه، سياسي عميق، وقدر فعلا في مرحله من المراحل يوصل الى كرسي مجلس الامه بالتزكيه، وهذا يدل على ذكائه وقدرته على المناوره وشلون يتحرك، رجل سياسي، رجل محنك، ورجل وطني، وفي هذه كلها ايضا كان يوصل الكلمه الصادقه للقيادات العليا، يوصل يقول ينصح مستشار، جعل من نفسه درع واقي لهذا البلد الله يرحمه. فقدت الكويت في مثل هذه الظروف؟ جدا جدا، لان كلماته كانت فعلا كانت بلسم في كل الظروف رحمه الله. كان لما يتكلم فعلا كان بلسم، يعالج وايد من القضايا، ولم ارى منه طائفيه، ولم ارى منه تعصب، ولم ارى منه الا الطيبه والخلق والانسانيه رحمة الله يرحمه رحمه الله عليه. سيد حسين القلف انا شاكر لك، مبارك عليك الشهر، تقبل طاعتك وعظم الله اجرك في الشهداء اللي راحوا، وان شاء الله انها اخر الاحزان عن الكويت باذن الله، ان ما يكون هناك حدث اخر يزعل الكويتيين ويضايقهم باذن واحد. لا ان شاء الله ان شاء الله بوجود المخلصين مثلك وامثالك من اهل الكويت ان شاء الله احنا ان شاء الله بعيدين عن هذا باذن الله. اذا المشاهدين الكرام كانت هذه حلقتنا الاستثنائيه من برنامج دائره في رمضان، عشان ضيفنا الفاضل السيد حسين القلاف كان له كلمات لابد ان يوصلها هذول اهل الكويت. انا ما انا قايل شيعه وسنه، هذول اهل الكويت، اهل الكويت اللي يوصلون الراي الصحيح، اللي بعيدين كل البعد عن الفتنه، ابتعدوا عن الفتنه، ابتعدوا. يعني ما صرنا ثلاثة ايام من العزاء، خلص اليوم ثالث يمكن او امس ثالث، بداوا يبثون سمومهم. لا، هذا الراي الصحيح، هذا الراي العاقل، هذول الكويتيين، هذا كلامهم. شوفوا لو تلاحظون كلام سيد خلال الحلقة قال الشهداء الكويتيين، اللي ماتوا الكويتيين، هذا الكويتيين، ما حدد. يا أخوان احنا الكويتيين بلد واحد، لحمة واحدة، شعب واحد، ما قدر علينا صدام بالتسعين هالمعتوهين داعش وربع داعش، ما هم قادرين علينا اليوم ومستقبلا. أي شخص راح يحاول أنه يعتدي على الكويت لن يستطيع. ورد وذكر في التاريخ أن تاريخيا ردوا إلى تاريخ الكويت مع من عاداها في التاريخ، كل من عاد الكويت ربنا ورانا في نهاية مأساوية، لأن هذا الشعب طيب وقيادته طيبة وناس خيرين. ارجعوا للتاريخ وشوفوا من صدام ونازل وقبله، راح تشوفون كل من تعدى على الكويت شنو نهايته، وبإذن الله نهاية داعش وأميرهم أبو بكر البغدادي وغيره ولا أيا كان اسمه ستكون مأساوية، وبإذن الله لن تجد مسلم واحد يدعي لك في ذاك الوقت، لأنك يتمت أسر، قتلت آباء، قتلت أمهات، سويت شوهت صورة الدين، ضريتنا كلنا كمسلمين وضريت ديننا ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في برامج أخرى، سيدنا أنا شاكر لك، شكرا لك، شرفتنا، جزاك الله خير. مشكورين، عندك المرأة أخيرة تفضل. كل شكر لكم. شكرا لك. إذا مشاهدنا الكرام نلتقيكم بإذن الله في حلقات مقبلة إذا الله سهل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، فمن الله.